كنشكر هذا الجمهور اللي يعني حج بكثره اليوم وساند الفريق من اول دقيقه. الجمهور اللاعبين ما مولفينش يلعبوا يعني حدا هذه الكميه زعما الكبيره ديال الجمهور، كانوا يلعبوا مع 20 30 واحد. الحمد لله اليوم حجوا ويعني هتافات. نشكر الوينرز ونشكر كاع جميع الجماهير اللي جاوا، ونتمنى يعني يحجوا في المقابلات الاخرين باش يعطيو شحنه، لان هاد اللاعبين ملي كتجي تشحنهم كيعطيو كيخرجوا داكشي اللي عندهم وكيعطيو ديما اكثر واكثر. بين الشوطين كان الشوط الاول كان عندنا استثناء يعني واحد الاريير كوش ما كانش لعب، يعني حتى لاخر دقيقه فاش فحصوا الدكتور قال لي ما غاديش يقدر يلعب هذه المقابله، وغيرت التشكيله في الاخر، لعبت واحد ان ستوبور في اريير كوش ولكن ما كانش على اوتيغ، مي قدم داكشي اللي عليه الحمد لله. يعني في الدوزيام ميتون حاولت يعني نريكتيفيي ودرت دي شونجمون اللي عطاو النتيجه ديالهم والاكل ديالهم في المقابله. انا هو كان متوقع لان كان قال لنا غادي نحضر المقابله وقالها اللاعبين وحفزهم قبل البارح، والبارح كان جا حضر التدريب وحفزهم قال ما انا غادي نكون في المقابله موجود، ودار سي بوغ سا عطاو كل ما عندهم في الشوط الثاني باش يبرهنوا لهاد الجماهير انهم كاينين، وكاين يعني لاعبين في الفئات الصغرى يعني اللي خصهم فرصه باش يكونوا في الفريق الاول، وبالحضور ديال مكوينا يعني عطى شحنه كبيره للاعبين. انا كنهنئ اللاعبين والله داروا مقابله جيده، يعني الموسم كنتمنى نربحوا باش مابقاوش نستناو لي كارطون، لان هذه المقابله ديال التعادل كتبقى تخول لنا نشوفوا لي كارطون، خصنا واش خدينا حنا صفرين بزاف وما خداو حمراء ولا لا، ولا بوغ لانستون مازال ما عارفينش، مي نورمالمون ان شاء الله حنا مأهلين، لان قدمنا يعني درنا ماتش نيل في الاكستيريور ودرنا ماتش نيل على الانتيريور هنايا مع التيرا، يعني حنا كتخولنا نورمالمون نمشيو في لاكورس دومي فينال. نتمنى ان شاء الله يعني هاد اللاعبين حد موفق في المقابلات القادمه ان شاء الله. كما كتشوف راه وجدنا المباراه راه مش حال، احنا بحال هكا غادي في هاد الريتم الحمد لله. ما بغا كيما الشرا وكل شيء كل شيء، ما بغاش سادوار الله يكبر عليك، كيما الشرا ما بغاش الكره، راه الدراري ضيعنا بزاف ديال الفرص وكل الحمد لله شكرا لهم بزاف، وهاد الشيء راه خاصو يبقى ديما ان شاء الله، ماشي غير هاد الماتش فهمتي، في كاع الماتشات خاصهم يجيو ساندونا والحمد لله، وباقي ما درنا والو. كنبغي نشكرو اخويا اللي جا كبر بينا وجا في هذه المقابله اللي صعيبه، كيف ما كتشوف راه فريق الشيره حتى هو كان مقاد معنا يعني في النقاط، حتى هو طامح انه يدوز للدور الثاني، ولكن ماشي مشكل ان شاء الله القادم ان شاء الله يكون وبزاف. راه مدرب كما كتعرف مدرب كبير وجا بغى يحفزنا حتى هو، جا بغى يتفرج فينا، عطانا واحد الانرجي اللي دخلنا بها قبل المباراه اللي كانت عطاتنا واحد الطموح اننا نقدموا مباراه زوينه، ولكن كيف ما الشراء ما بغاش تدخل راك شي كلشي على عينك، وان شاء الله يكون الخير من القدام، ماشي غير نقول لك وساندنا بزاف كلشي الجمهور وكلشي في الوداد، حتى هو حافزنا حيت قال لنا لعبوا مزيان باش ان شاء الله نطلعوا للبريمير ليغ. نتمنى ديما يجيو يساعدونا، مازال عندنا لحد ماتش طاط الاكاديمي ان شاء الله يتبعوني يساندونا. اليوم كنشكر كاع الدراري اللي داروا الجهد ديالهم، كنشكر المدرب كوتش طالبي وكوتش مهدي اللي من الاول العام وهم مقاتلين معنا، كنشكر الجمهور اللي جاو ساندو معنا وبقى معنا من بدايه الماتش للاخر، كان بزاف اكثر من حافز. كنشكر كاع الجمهور واللعابه الحمد لله بخير في صحه جيده، وان شاء الله مازال نرجع لقدام مازال خير ان شاء الله.